أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة كمبيوتر شوت تعليمية، قناة متخصصة في مجال الكمبيوتر والإنترنت والتعليم عن بعد. أهلا بكم أعزائي المتابعين، وإن شاء الله تكونوا بخير. طبعا النوع اللي شفتوه من الفيديوهات هو فيديوهات الموشن جرافيك، أو ما يسمى بفيديوهات السبورة البيضاء وايت بورد أنيميشن. من فترة كنت عملت فيديو على القناة عن طريق تصميم هذا النوع من الفيديوهات على موقع كانفا، ولكن للأسف تم إزالة الأداة من على الموقع. في فيديو النهارده جايب لكم بديل لهذه الأداة وبطريقة مجانية وسهلة، ولكن لازم تتابع معايا خطوات الفيديو خطوة بخطوة وانت هتقدر تصمم هذا النوع من الفيديوهات. مش هطول عليكم، معكم وائل ربيع من قناتكم كمبيوتر شو. وزي ما احنا عارفين ان تصميم هذا النوع من الفيديوهات بيمر بثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولى وهي كتابة السكريبت والمقصود به النص الموجود داخل الفيديو، اما المرحلة الثانية وهي التعليق الصوتي والمقصود بها تحويل النص الى صوت باستخدام احد مواقع الذكاء الاصطناعي، او انك ممكن تسجل الصوت بنفسك. اما المرحلة الثالثة والاخيرة فهي انشاء الفيديو بطريقة السبورة البيضاء. المرحلة الاولى وهي مرحلة كتابة السكريبت، بتقوم بفتح ملف نص جديد سواء نوت باد او وورد وبتكتب فيه السكريبت الخاص بالفيديو زي ما حضرتك شايف قدامك. وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى وهي مرحلة كتابة السكريبت، هنقوم بعد كده بتنفيذ المرحلة الثانية وهي مرحلة التعليق الصوتي. في هذه المرحلة هنستخدم أحد مواقع الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في تحويل النص إلى صوت، ومن أشهر هذه المواقع هو موقع Eleven Labs. ولكن قبل ما يتم التحويل هنستخدم موقع لتشكيل النصوص حتى يتم النطق بطريقة صحيحة. في البداية بناخد السكريبت بالكامل نسخ، وبعدين نفتح موقع اسمه تشكيل، وهسيب لك روابط هذه المواقع في الوصف أسفل الفيديو. كل اللي عليك هتعمل عملية لصق للنص وبعدين تضغط على شكل. هيقوم الموقع بتشكيل النص بطريقه صحيحه، هيتم استخدامه في التحويل من نص الى صوت. بعد ما بينتهي الموقع من تشكيل النص، كل اللي عليك انك تضغط على نسخ النص حتى يتم نسخه، وبعدين نفتح موقع Eleven Labs، وطبعا لازم يكون ليك حساب على هذا الموقع باستخدام الجيميل. كل اللي عليك انك تعمل عمليه لصق للنص، وبعدين من هنا تختار الصوت اللي حضرتك عايزه. بعد ما بتختار الصوت بتضغط على توليد الكلام، بيبدا الموقع في تحويل النص الى صوت. بعد ما بتخلص التحويل بتضغط على عمليه التحميل او تنزيل الصوت، بتضغط على العلامه دي بيتم تنزيل الصوت على جهازك. وبعد الانتهاء من المرحله الثانيه وهي مرحله التعليق الصوتي، هيتم الانتقال بعد كده الى اخر مرحله وهي مرحله انشاء فيديوهات السبوره البيضاء. كل اللي عليك انك تضغط على المتصفح الخاص بيك على جهازك وتكتب في مربع البحث مانجو انيميت، وبعدين تضغط على اول رابط يظهر معاك وهو mangoanimate.com. بتظهر الصفحة الرئيسية للموقع. طبعا احنا هنستخدم أداة معينة داخل هذا الموقع، بنضغط على برودكتس وبعدين نضغط على وايت بورد انيميشن ميكر، ودي الأداة اللي احنا هنستخدمها في حلقة النهاردة. بتظهر الصفحة الخاصة بهذه الأداة. طبعا من مميزات هذه الأداة انها متوافقة مع جميع إصدارات الويندوز زي إصدار الـ 7 والـ 8 والـ 10 والـ 11 وأيضا إصدار الفيستا. كل اللي عليك انك تضغط على داونلود ويبدأ الموقع في تحميل هذه الأداة على جهازك. بعد ما بيتم الانتهاء من تحميل الاداء على جهازك بتظهر امامك بالشكل ده. كل اللي عليك انك تضغط عليها دبل كليك عشان تبدا في تثبيت الاداء على جهازك. طبعا انا كنت مثبت الاداء من الاول، فانا بس حبيت اوري حضرتك ازاي عمليه التثبيت. وبعد ما بيتم الانتهاء من تثبيت البرنامج على الجهاز، بتقوم بفتح البرنامج وبيظهر امامك بالشكل اللي انت شايفه. طبعا بيديك مجموعه من القوالب الجاهزه. القوالب دي ليها علاقه بالعديد من الموضوعات زي التعليم والتسويق والموارد البشريه والتدريب وايضا الاتصالات والموبايل والعديد والعديد من المواضيع. طبعا لو حضرتك عندك مشروع عندك على الجهاز، بتضغط على اوبن بروجكت علشان تفتح المشروع وتقوم بالتعديل عليه، او لو هتبدا مشروع من جديد بتضغط على نيو ام بي تي بروجكت. طبعا احنا هنبدا مشروع من جديد او درس من جديد، كل اللي علينا هنضغط على نيو ام بي تي بروجكت. هنا بيطلب منك مقاس الفيديو بتاعك سواء كان بالطول 9 الى 16 او بالعرض 16 الى 9. احنا الفيديو بتاعنا هيكون بالعرض فبنضغط على 16 الى 9. بيظهر امامك بالشكل ده. وطبعا اول حاجه بتعملها بتضغط على ساين ان وتعمل عمليه تسجيل دخول للبرنامج. لو حضرتك ليك ايميل على البرنامج بتقوم بتسجيل الدخول، ولو حضرتك اول مره تستخدم البرنامج بتضغط على نو اكونت وبتبدا في تسجيل الدخول على البرنامج. انا هكتب طبعا بيانات دخولي. بعدين اضغط ساين ان. وبعد ما بيتم التسجيل بيظهر ايميلك في الاعلى ناحيه اليمين، وده اكبر دليل على ان تم تسجيل دخولك الى البرنامج. واول خطوه هنقوم بها في خطوات التصميم وهي ازاله الخلفيه الافتراضيه للفيديو، وهقول لك في نهايه الحلقه ليه ازلنا الخلفيه. كل اللي عليك انك هتضغط على باك جراوند، وبعدين تضغط على مفتاح ديليت في لوحه المفاتيح. بيتم ازاله الخلفيه. بعد كده هنجي على الخطوه اللي بعد كده وهي خطوه اضافه الصوت. وعندي طريقتين لاضافه الصوت، لا اما يكون صوت تم تحويله باستخدام مواقع الذكاء الاصطناعي زي اللي احنا نفذناه على موقع Eleven Labs، او ان حضرتك بتسجل صوتك بنفسك. ولو عايز تسجل صوتك بتضغط على علامه الميكروفون الموجوده في التايم لاين اللي هي مكتوب عليها ريكورد،
بتضغط عليها وبعدين تضغط على علامة الميكروفون وتبدأ في التسجيل. وطبعا احنا علشان حولنا صوت باستخدام مواقع الذكاء الاصطناعي فاحنا هنقوم بإضافة الصوت. علشان نضيف صوت كل اللي علينا ان احنا بنضغط على ساوند وبعدين نضغط على اد لوكال ساوند وبنجيب الصوت اللي تم تحويله، بنضغط على داونلود وبعدين نحدد الصوت ونقول له اوبن. هنا هنقول له اد دايركتي، تم إضافة الصوت زي ما حضرتك شايف. لو عايز تسمع الصوت بنضغط على علامة التشغيل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة كمبيوتر شوت تعلم. كده إحنا بنسمع الصوت بتاعنا وبعدين بنبدأ بقى في تصميم المشاهد الخاصة بهذا الصوت بناء على الكلام الموجود في الصوت. علشان نبدأ في تصميم المشاهد عندنا في الأعلى هنا لو أنا عايز أضيف صور بضغط على إيمج، بلاقي مجموعة من الصور داخل البرنامج، طبعا صور خاصة بالأنيمال والبلانت يعني الحيوانات والنباتات، وصور خاصة بالبيلدنج المباني والبيزنس. ولو ضغطت على السهم ده بيظهر لك مواضيع أخرى، عندك مثلا كرتون بيبول، عندك الأيكون، عندك اللايف، عندك الفود اللي هي الصور الخاصة بالطعام، طبعا حسب الكلام اللي عندك أو المحتوى اللي حضرتك هتصممه. عندي بعد كده الشيب، ممكن أضيف أشكال زي ما حضرتك شايف كده، عندي مجموعة أشكال ممكن إن أنا أضيفها كومن، وعندي الراو اللي هي الأسهم، وعندي الريكتانجل اللي هي المستطيلات، وهكذا. عندي ايضا ان انا ممكن اضيف تكست نص، ولكن طبعا النص هنا في مشكله بتقابلنا وهقول لك على حلها، ان البرنامج بيكتب اللغه الانجليزيه فقط، ولكن عندي حل ان حضرتك تقدر تكتب باللغه العربيه، هقوله لك اثناء تصميم الفيديو. وعندي ايضا هنا الديكوريشن، لو حضرتك عايز تضيف فيديو وبعدين تضغط على اد لوكال فيديو وتجيب الفيديو اللي حضرتك عايز تضيفه. عندي هنا الساوند ودي استخدمناها من شويه لاضافه الاصوات، وعندي اللايبراري اللي هي المكتبه الخاصه بالبرنامج. طبعا احنا ضغطنا اول حاجه او ضفنا اول حاجه الصوت بتاعنا، هنبتدي بقى في تصميم المشاهد بتاعتنا. لا اما استخدم صور من الصور الموجوده داخل البرنامج، او ممكن اروح على موقع كانفا واضغط على ابتكار تصميم، بعدين اضغط على فيديو وابتدي اصمم الصوره اللي انا هحتاجها في الفيديو بتاعي. لو رجعنا كده للبرنامج نسمع اول مشهد بيقول ايه، وبناء على الكلام هنبتدي ان احنا نصمم الصورة. اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين في قناة كمبيوتر شوت تعليمية. يبقى ده كده اول مشهد معانا، نروح على كانفا، عندي نص مثلا مكتوب فيه اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين، يبقى هنضغط هنا على النص ونختار النص اللي احنا عايزينه مثلا ونكتب النص زي ما حضرتك شايف كده. انا كتبت النص وابتدي انسقه زي ما انا عايز. وبعد كده بنضغط على مشاركة ونقول له تنزيل، ونختار طبعا صورة بي ان جي وخلفية شفافة علشان الصورة ما يكونش فيها خلفية، واقول له تنزيل. هيبدأ في تنزيل الصورة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها في تصميم الفيديو. تم تنزيل الصورة، نرجع كده للبرنامج واضغط هنا على ايمج وبعدين اضغط على اد لوكال ايمج واجيب الصورة واقول له اوبن. تم اضافة الصورة. طبعا لو انا عايز اتحكم في ابعاد الصورة من الزاوية هنا واضغط مفتاح شيفت في لوحة المفاتيح علشان طبعا الصورة تكبر معايا الطول وعرض في نفس الوقت. كبرها كده مثلا. زي ما حضرتك شايف، واسحب الصورة كده مع بداية النص بتاعي واطولها مع نهاية المشهد. نشوف كده. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة كمبيوتر شوت تعليمية. قناة كده المشهد الأول. طبعا أنا عايز أعمل عملية إخراج أو خروج للمشهد الأول، بضغط على علامة الزائد مكتوب Add Action، هنا بيديني طبعا الـ Exit Effect، عندي مؤثر الخروج بضغط عليه واختار أي مؤثر من المؤثرات الموجودة عندي دي. أختار مثلا أشوف المؤثر ده، اي مؤثر طبعا حضرتك عايزه. المؤثر اللي بتقف عنده او بتضغط عليه بيديك على ايدك اليمين هنا شكل المؤثر بيكون عامل ازاي. نضغط هنا مثلا لاين.
طبعا المؤثرات المكتوب عليها برو دي للنسخه المدفوعه. ماري نشوف كده المؤثر اللي هينفع معانا. نجيب مثلا المؤثر ده ونقول له كونفيرم. نشغل كده من اول ونشوف. اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين في قناة كمبيوتر شوت تعليمية، قناة متخصصة في مجال بكده انا خلصت اول مشهد. طب لو عايز انفذ المشهد الثاني هنشوف المشهد بيقول ايه. طبعا انا عندي هنا المؤثر بتاعي دخل على المشهد الثاني، بصغر المؤثر كده المدة بتاعته بحيث ما تدخلش على المشهد الثاني داخل الفيديو. نشوف المشهد الثاني بيقول ايه. قناة متخصصة في مجال الكمبيوتر والانترنت والتعليم عن بعد. بكده في المشهد الثاني انا احتاج ثلاث صور، صورة تدل على الكمبيوتر وصورة تدل على الانترنت وصورة بتدل على التعليم عن بعد، وايضا هضيف النص وهقول لك ازاي بحل مشكلة النص اللي باللغة العربية. بنرجع لكانفا هنحذف طبعا الموجودين معانا في التصميم ونضيف عناصر اخرى، نضغط على عناصر. دي كده اول صورة معايا. الصورة اللي بعد كده بالنسبة للنص طريقة بسيطة جدا، هحذف دي كده واضغط على النص واختار شكل النص اللي انا عايزه الشكل ده مثلا. وهنكتب هنا قناة متخصصة، كبرها كده. طبعا كنت انا شرحت على قناة فيديو لموقع كانفا، ممكن ترجع له. ونحمل الصورة. كده انا حولت النص اللي باللغة العربية على هيئة صورة بي ان جي. بكده نرجع للبرنامج ونضيف الصور بتاعتنا. نيجي هنا كده في بداية المشهد. ممكن اكبر من هنا التايم لاين عشان اقدر اشوف. نبتدي نضيف في الصور الخاصة بينا. أول صورة قناة متخصصة والتعليم عن بعد، ونقول له أوبن. أدي أول صورة معانا، نكبرها كده. طبعا أنا بديك مثال وحضرتك بتنفذ حسب محتواك أنت. نصغر كده ونشوف. نشغل. زي ما عملنا في المشهد الأول هنطول مدة ظهور الصور علشان تكون قد المشهد بالظبط. ولو حضرتك عايز تغير تأثير اليد نفسه بتيجي على الصورة وتضغط دبل كليك، بيديك هنا التأثيرات. عندك هنا تأثير اليد عامل ازاي، شكل اليد، وهنا فوق التأثير وتحت هنا هاند تايب، تضغط هنا وتختار شكل الايد ممكن يكون عامل ازاي. نغير مثلا في المشهد ده شكل الايد. انا بوريك كل المميزات وحضرتك بتستخدم الميزة اللي انت بترتاح ليها. نختار مثلا الايد دي ونقول له apply to all. لو ضغطت apply to all طبعا بيتم تطبيقها على كل الفيديو. وبعدين confirm. نشوف كده. بكده انا خلصت المشهد الثاني، وطبعا علشان وقت الفيديو مش هطول اكتر من كده، وحضرتك طبعا ممكن تحاول ان انت تنفذ كل الجزئيات الموجودة في البرنامج او تشوف كل المميزات الموجودة في البرنامج. اخر خطوة معانا علشان نعمل عملية تصدير البرنامج، بضغط على بابلش. هنا بيقول لك انت عايز تصدر البرنامج على شكل فيديو ولا على شكل صورة جي اي اف. طبعا بنضغط فيديو
وبعدين نقول له نيكست. هنا طبعا في النسخة المجانية بيديك المساحة اللي هي الريزوليوشن الخاص بالفيديو 576 بيكسل. طبعا المساحات الأخرى دي اللي هي 720 و1080 دي خاصة طبعا بالبرو. عندي هنا الام بي 4 الفورمات بتاعي الفيديو بتاعي عايزه ام بي 4 ولا عايزه ام او في ولا دبليو ام في، بتختار طبعا الفورمات من هنا. يفضل انك تسيبه ام بي 4 زي ما هو. هنا عدد الفريمات في الثانيه الواحده 30 فريم، لو حضرتك عايز تكتر عن كده بتختار 60. وبعد كده هنا طبعا الريموف ووتر مارك دي طبعا بالنسبه للنسخه المدفوعه، وانا هقول لحضرتك ازاي تزيل الووتر مارك او العلامه المائيه الخاصه بالبرنامج. طبعا بعد ما تخلص كل اعداداتك هنا تضغط على براوز، بتحدد المكان اللي انت هتحفظ فيه الفيديو بتاعك، بنقول له براوز ونجيب مثلا سطح المكتب ديسكتوب، وهنا نديله مثلا اسم، هنقول له مثلا الاشتراك في القناه، وبعدين نقول له سيف، وهنا تضغط على ببلش. بيبتدي البرنامج طبعا بناء على مساحه الفيديو بيبتدي ان هو يصدر الفيديو بتاعك زي ما حضرتك عايز. وبعد ما بيتم الانتهاء من تصدير الفيديو بتظهر مع امامك الشاشه اللي حضرتك شايفها دي، بتاكد على اتمام تصدير الفيديو، كل اللي عليك انك بتقفلها وبتقفل البرنامج. وهنقفل كده كل حاجه ونرجع نشوف الفيديو بتاعنا شكله عامل ازاي. نروح على سطح المكتب، نفتح الفيديو بتاعنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين في قناة كمبيوتر شوت تعليمية، قناة متخصصة في مجال الكمبيوتر والانترنت والتعليم عن بعد. طيب لو انت شايف الفيديو شايف طبعا العلامة المائية الخاصة بالفيديو في الاعلى اهي اللي هو مكتوب مانجو انيميت. طريقة سهلة جدا اعرفك ازاي تزيل العلامة المائية من على الفيديو علشان حقوق الطبع والنشر، حضرتك طبعا هتنشر الفيديو ده على اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي. بالاول بنقوم بفتح موقع كانفا، وبعدين نضغط على ابتكار تصميم، وبعدين نختار صوره يوتيوب مصغره. طبعا بتظهر قدامك بالشكل اللي انت شايفه باللون الابيض. هنضغط على العناصر ونكتب هنا في البحث مربع علشان نرسم عليها شكل مربع. نضغط على الشكل ده كده ونديله اللون الابيض ونكبره كده، طبعا هو مش هيكون ظاهر، ده اللي انا عايزه. وبعدين نقول له مشاركه ونقول له تنزيل، ونختار طبعا صوره تكون الامتداد بتاعها بي ان جي، وبعدين نقول له تنزيل. بكده تم تنزيل الصوره. بنفتح اي موقع يستخدم فيه المونتاج، انا هستخدم مثلا موقع الكاب كات، واضيف لي الفيديو اللي احنا نفذناه امبورت سطح المكتب، واضيف الفيديو، وبعدين اضيف الفيديو للتايم لاين زي ما حضرتك شايف كده. وزي ما انت شايف ظهر امامك العلامه المائيه. بضيف طبعا كمان صوره، بضغط على امبورت واضيف الصوره اللي انا عملتها على كانفا داونلود، الصوره البيضاء اهي، واقول له اوبن، وبعدين احط الصوره للتايم لاين، اضيفها في التايم لاين من بدايه الفيديو كده. طبعا الصورة بتاعتي بتاخد من بداية الفيديو حتى نهايته. دي الصورة بتاعتنا، طبعا هنصغر حجمها على قد العلامة المائية بس. طبعا هي لونها ابيض فانت مش شايفها وده المطلوب. هنصغرها على قد العلامة المائية بس. لو جيت تشغل الفيديو كده وتشوف هتلاقي العلامة المائية تم إخفائها. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة كمبيوتر شوت تعليمية، قناة متخصصة في مجال الكمبيوتر والإنترنت وبكده تكون اختفت العلامة المائية الخاصة بالفيديو. كل اللي عليك أنك تعمل عملية تصدير للفيديو، بنضغط على إكسبورت، وبعدين نحدد مكان الحفظ، هنجيبه على سطح المكتب ونقول له سيلكت فولدر، وبعدين نقول له اكسبورت. وبكده تم الانتهاء من عمليه تصدير الفيديو وتم اختفاء العلامه المائيه الخاصه بالفيديو. كل اللي علينا هنضغط على كانسل ونقفل برنامج الكاب كات. وكده اكون وصلت لنهايه حلقه النهارده. ولو انت لسه موجود معايا للنهايه وعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، واكتب لي في التعليقات رايك ايه في طريقه النهارده. ولو اول مره زورني في القناه يسعدني ويشرفني انضمامك للقناه وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلك كل الجديد والحصري من القناه.